مرة تانية برحب بيكم، وخلوني أنا عندي النهاردة كلام كتير على الكاس ده يعني، بس يمكن عشان الحلقة عندنا حاجات كتير وعندنا ضيوف كتير من بره مصر ومن جوه مصر، فهأجل شوية. خليني أروح الأول لواحد من المدربين اللي حافظين الأهلي كويس جدا جدا، ويمكن سواء في مواجهته في النسخة الأخيرة من قبل الأخيرة بقى، بما أن النسخة دي خلصت، النسخة قبل الأخيرة من دوري الأبطال في قيادة وفاق سطيف في مواجهة الأهلي في دوري الأبطال، كان حاضر، وايضا في بدايه افتتاحيه الموسم ده مع الاتحاد المنستيري كان ايضا حاضر المدير الفني الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني السابق طبعا لوفاق سطيف الجزائري واتحاد منستيري التونسي، هو ضيفنا في السادسه تعليقا طبعا على مشوار الاهلي في دوري الابطال، بما انه كان حاضر في افتتاحيه المشوار وتابع مشوار الاهلي في البطوله. عن مشوار الاهلي هنتكلم، خلينا نرحب بداركو نوفيتش ضيفنا في السادسه. مساء الخير واهلا وسهلا بك، شكرا على وقتك وعلى مشاركتك معنا. شكرا جزيلا على استضافتي، انا سعيد جدا ان اتواجد معكم. للاسف لم استطع ان اوفق مع امام الاهلي في العامين الماضيين، ولكن نحن نتحدث عن اكبر ناد في افريقيا، وكان من بالغ سروري ان العب امام الاهلي كمدير فني بالطبع للفريقين. خليني اخذ رايك في نهايه المشوار اولا قبل ما اتكلم عن مشوار الاهلي في البطوله، ازاي شفت المواجهه بين الاهلي والوداد في مباراتي النهائي، وازاي قريت المواجهه بين مستر مارسيل كولر وسفين فاندن بروك طبعا مدير فني للوداد في المباراتين؟ اوكي كان ستارت حسنا. فيرست بيفور اي انسر تو ذس كويستشن اي كان سي قبل ان اجيب عن هذا السؤال، يمكن أن أقول أن قبل هذا العام بالطبع كان أداء رائعا للأهلي طوال الموسم، ولكن الآن بالنسبة لهذه المباراة في النهائي، وأتذكر أن مباراة الهلال في السودان حسمت أمورا كثيرة بالنسبة للأهلي. واعتقد ان هذه المباراه ضد سان داونز اعطت الاهلي فرصه ان يعود في المباراه، وكان هذا امرا ايجابيا للنادي الاهلي، وكان هذا مفتاح الفوز باللقب. ولكن للمباراه النهائيه والحديث عنها، استطيع ان اقول ان الاهلي استحق ان يفوز بهذه المباراه، خصوصا في المباراه الاولى النصف الاول من النهائي في القاهره، كان أداء رائعا على المستوى الجماعي وأضاع الكثير من الفرص، وفي النهاية أدى أداء رائعا وكان فريقا كبيرا ضد الوداد. وبالنسبة لي أستطيع أن أقول أن أول مباراة كانت هي المفتاح الرئيسي للفوز بالبطولة، والأهلي أضاع فرصا عديدة لمدة 40 دقيقة متتالية، فأعتقد أن أقول أن هذه كانت مباراة صعبة. ولكن بعد ذلك بالطبع كانت المباراة الثانية بالنسبة لي، فريق كالأهلي لا يمكن أن يستقبل أهداف كثيرة في مباراة نهائية، كما رأينا من قبل أمام فرق كبيرة. الأهلي أدى أداء كبيرا أمام الوداد. بالطبع الكوتش مارسيل كولر أدى أداء مذهلا مع الفريق هذا العام، وخصوصا في الأشهر الأخيرة استطاع أن يتدارك الكثير من الأمور، استطاع أن يستحضر 11 لاعبا أساسيا على أعلى مستوى، من حارس المرمى منتصف حتى خط الهجوم. أعتقد أن الفريق كان في حالة جيدة للفوز بالمباراة. مستر نوفيتش، النادي الأهلي، تسمح لي يعني أسألك، أنت واجهت الأهلي مرتين في أدوار إقصائية، يعني سواء مواجهة نسخة دوري الأبطال لما كنت بتقود فيها فريق وفاق سطيف، أو حتى لما كنت بتواجهه في النسخة الحالية في بداية المشوار أمام الاتحاد المنستيري، وخصوصا طبعا حضرتك طبعا خلفيه اوروبيه والكره عندكم في اوروبا يمكن الى حد كبير تكون
مختلف عننا في افريقيا، لكن ازاي بيفكر اي مدير فني اجنبي في التعامل مع مواجهه النادي الاهلي؟ يعني هل بيفكر في المقام الاول في الحد من خطورته؟ هل بيفكر في انه يحاول فعليا يفرض اسلوبه على النادي الاهلي؟ هل بيفكر في انه يخرج باقل الخسائر الممكنه من خلال تجربتك سواء مع وفاق الصيف او مع اتحاد من السيري؟ ازاي كنت بتبص لفرقه النادي الاهلي وازاي كنت بتفكر في التعامل معاها؟ نعم انا خضت مناسبتين ضد الاهلي مع فريقين مختلفين، وكان هذان الناديان من افضل الفرق في بلدهما. وكمدير فني استطيع ان اقول ان اول مباراه لي ضد الاهلي ارتكبت اخطاء كثيره كمدير فني، لاني لم استعد للمباراه بالشكل الامثل امام الاهلي في القاهره، وتغيير اللعب الذي امتاز به الاهلي وتغيير طريقه الخطط، وخصوصا ان الاهلي لديه الان اسماء كان لديها اسماء كبيره واسماء تشارك مع المنتخب المصري. نعم لم استعد جيدا للمباراه، وهذا لم يكن جيدا بالنسبه لنا. اعتقد ان الاهلي بالأهلي بعد ذلك عبر للنهائي بعد ما فاز على وفاق الصيف، وأيضا ضد المونستير استعدت جيدا، كان الأمر مختلفا. نعم لم ألعب ضد الأهلي مباريات عديدة، ولكن حاولت أن أصنع مباراة، أن أقدم مباراة صعبة ومتكاملة أمام الأهلي، وأن أخرج بالمباراة بدون استقبال أي أهداف، ولكن كان هذا صعبا. كما تعرف الأهلي لديه العديد من اللاعبين من ذوي الخبرة، لديهم العديد من المباريات الدولية والعديد من الخبرات، فيوجد الكثير من الاختلافات بين الفريقين، وأيضا على مستوى الدعم ومستوى الجماهيري. أنا حاولت أن أستغل أفضل الفرص ضد الأهلي، ولكن في النهاية الأمر يعتمد على الخبرات. على سبيل المثال حاولنا أن نكون خصما قويا أمام الأهلي في المباراة الأولى، وقد قمنا بذلك، ولكن كمدير فني أوروبي أستطيع أن أقول أن يوجد اختلافات كثيرة، ولكن الأهلي فريق كبير لديه الكثير من الالتزام. لا تستطيع Ramadan was in very very bad time for Arab teams. لا تستطيع أن تقول أنك تستطيع أن تنافس الأهلي مرتين في عامين متتاليين، ولكن كان أمرا صعبا على كل الفرق العربية إلا الأهلي في هذه البطولة. خليني أسألك بحكم خبرتك وتجربتك في الكرة الجزائرية، يعني طبعا احنا السنة دي الأندية الجزائرية بتعود لمنصات التتويج مرة تانية، اتحاد العاصمة الجزائري اللي بنبارك له طبعا على فوزه بكأس أو بطولة الكونفدرالية، هيقابل الاهلي في بطوله السوبر. ازاي بتشوف المواجهه دي وايه تقييمك لفريق اتحاد العاصمه الجزائري؟ بالطبع استطيع ان اقول نبارك لاتحاد العاصمه على الفوز بكاس الكونفدراليه، ولكن يوجد اختلاف كبير بين الكاسين، بين دوري الابطال وبين كاس الاتحاد. استطيع ان اقول ان هذه المباراه أنا أعرف اتحاد العاصمة منذ العام قبل الماضي، وقد خاضوا العديد من المباريات الصعبة هذا العام، ولكن وخصوصا في مرحلة المجموعات ضد الفرق الإفريقية. ولكن إذا قارنت سأقارن بخبرات اللاعبين وبين قوة الفريقين، أستطيع أن أقول أن كفة الأهلي ستفوز. الأمر ليس سهلا على الأهلي بالطبع، ولكن فرص الأهلي ستكون أكبر بالطبع. بمناسبة برضو التجربة الجزائرية، أنت كنت بتدرب واحد من نجوم الأهلي حاليا أحمد قندوسي، يهمني أعرف طبعا هو يمكن الموسم الأول ليه يعني ما خدش فرصة كاملة فيه. أنا عارف طبعا أنه واحد من أفضل لاعبين الجزائريين في الفترة الأخيرة، لسه يمكن الانسجام أو الاندماج مع الأهلي ما ظهرش بشكل كامل، لكن حتى في الفترات البسيطة اللي ظهر فيها يعني كان محل ترحيب على الأقل على المستوى الجماهيري. رأيك في أحمد قندوسي وإيه النصيحة اللي ممكن توجهها له عشان يكون مشواره مع الأهلي أو تجربته مع الأهلي
تجربة ناجحة، وتقييمك ليه طبعا والأهم إمكانياته كلاعب وسط ملعب. Okay, I think حسنا، أعتقد أن قبل أن يأتي للأهلي استطعت أن أقول أنه سيؤدي أفضل ما لديه مع الأهلي، واستطعت أن أقول أنه سيفعل ذلك خلال أول أسابيع أو أول أشهر مع النادي، ولكنه لاعب شاب لديه العديد من المهارات ولديه قدرات كبيرة كلاعب خط وسط. أستطيع أن أقول أنه يجب علي أن أتحلى بالصبر، وأستطيع أن أقول لجماهير الأهلي عليكم أن تصبروا على أحمد قندوسي، لأنه لم أرى لاعبين مثل أحمد قندوسي كثيرين في أفريقيا. أحمد قندوسي لاعب يستطيع أن يفعل أشياء ممتعة بكرة القدم. أستطيع أقول أن في آخر 16 متر في الملعب تستطيع أن ترى مهارات إعجازية من أحمد قندوسي. هو لاعب مذهل، ولكن في نفس الوقت يجب عليه أن يعالج بعض النقاط التي ستجعل منه لاعبا رائعا. يجب عليه أن يكون أكثر حدة وجدية في المباريات، يجب أن يلعب مع الكرة جماعية أكثر كما عودنا من قبل، ويجب عليه أن يستغل كل الحلول وكل الفرص التي تتاح له من قبل المدرب أو اللاعبين. بالطبع هو لاعب قابل للتطور مع النادي الأهلي. يهمني أسمع رأيك على مستوى، أكيد طبعا بتتابع يمكن مش كل المسابقة، لكن تقييمك أو حتى ممكن نقول انطباعك عن الدوري المصري مقارنة بدوريات شمال أفريقيا، في مقارنته مع الدوري المغربي، الدوري التونسي، الدوري الجزائري. إزاي بتشوف الدوري المصري؟ عند التحدث عن الدوري المصري مقارنة بالدوريات التي ذكرت، أستطيع أن أقول هو أقوى دوري، كما نتحدث عن المقارنة بين الدوري السعودي مثلا والدوريات العربية الأخرى، فالدوري المصري هو أقوى بالفعل، هو يقود هذه الدوريات. بالنسبة لي هو الدوري الأهم في إفريقيا. بالطبع هذا الدوري يتفوق على الدوري الجزائري والدوري التونسي خصوصا، أو هذا الأمر يرجع لأسماء اللاعبين المصريين والكفاءات الذي يتحلى بها الدوري المصري. وقد أخرجتم لاعبين كبار مثل أبو تريكا وائل جمعة، أحمد حسام ميدو، عمرو زكي، حسني عبد ربه، العديد من اللاعبين الكبار الذين أفادوا المنتخب المصري. هو دوري رائع. أنا كنت دوما أتمنى أن أكون مدربا في هذا الدوري المصري، وأنا أرى طبيعة الكرة المصرية عن قرب. أهلا وسهلا بك في مصر في أي وقت. السؤال الأخير مرتبط بالدوري السعودي. أنا عارف أنك أنت يمكن اشتغلت فترة في سكاوتينج في نادي اتحاد جدة، اللي أعلن يمكن من أيام عن يعني صفقتين من العار الثقيل، كريم بنزيما، نجولو كانتي، نجوم المنتخب الفرنسي ونجوم الريال وتشيلسي السابقين. خليني أسألك، هل بتشوف أنه الصفقات اللي من النوع ده، صفقة كريستيانو رونالدو قبل كده، الأسماء اللي مطروحة على الساحة دلوقتي مع أندية جزائرية، مع أندية سعودية تانية، هل بتشوف أنه الصفقات دي ممكن يكون ليها مردود فني بجد وتمثل إضافة، وخصوصا أن احنا عارفين أنه أغلب الأسماء دي تعتبر يعني إلى حد كبير في نهاية مشوارها، ولا بس هي بغرض تلميع الدوري السعودي وتسليط الأضواء عليه وبالتالي يبقى فيه قيمة تسويقية أكبر للمسابقة السعودية؟ حسنا، كما تعرف هي أسباب تسويقية أكثر منها فنية. نعم، الأمر يعتمد على شخصية هذين اللاعبين خصوصا رونالدو وبنزيما، ولكن آسف لا أستطيع أن أقول أني من كبار مشجعي رونالدو، ولكن هو أتى للفريق الآن ولم يحرز أي لقب، ولكن لاعبين مثل، أتذكر حينما كنت كشافا لنادي اتحاد جدة، كان يوجد العديد من اللاعبين الجيدين واللاعبين المصريين كحسني عبد ربه، فأستطيع أن أقول قد أفادوا الفريق بشكل عملي أكثر منه دعاية للفريق.
وكان الأمر مفيدا للنادي وليس فقط للدعاية. مستر داركونوفيتش المدير الفني السابق لوفاق سطيف واتحاد المونستيري التونسي، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك، ومرة تانية بكرر الدعوة، أهلا وسهلا بيك في مصر في أي وقت من الأوقات. نتكلم، هنحتفل، في ناس جاية النهاردة طبعا تحتفل معايا، هي طالعة من أكتر منها ضيوف هم أصحاب بيت الحقيقة، طبعا بلال محسن وأحمد مصطفى هيكونوا ضيوفي في السادسة ولكن بعد الفاصل.